امبارح كلمتكم عن الدكتور ضياء العوضي، مدرس التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، والذي تم فصله، تم إنهاء أعماله لأنه بيتبع نظام في العلاج وبيعلن عنه ضد الأدوية تماما. هذا الدكتور بيشتغل بنظام من دماغه، نظام تجريبي لا يستند إلى أي أسس علمية، وكل يوم بيطلع بفيديو من عيادته ويجيب ناس ويقول دول خفوا، ودي طريقة قد يتهم بها البعض بالنصب، لأن مفيش حاجة في العلم بتقول كده. مجرد إن أنا تساءلت امبارح عن عدم إغلاق عيادته، مكتب السيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، واللي أنا كنت متأكد لأنه ده كان عميد طب عين شمس، طب أسنان، ورجل بيحترم العلم جدا، وإزاي العيادة دي تفضل تبقى مفتوحة؟ بعتولي امبارح إن العيادة تم إغلاقها في شهر 9/23 بعد الاطلاع على القانون كذا، نظام الحكم المحلي واللائحة والقوانين، وعلى قرار السيد الدكتور الوزير المحافظ بتفويضات بعض الاختصاصات، وعلى مذكرة السيد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة في هذا الخصوص بالغلق بالطريق الإداري للمنشأة الطبية عيادة دكتور ضياء شلبي محمد العوضي، وده القرار 853 لشهر 9/23. وقالوا انهم تقابلوا مع السيد وما قالوش الاسم، وانه قالوا له احنا بنقفل العيادة بالشمع الاحمر، ما ينفعش تفتحها غير بقرار فتح. النهاردة الصبح او الظهر يعني، جالي من مكتب السيد وزير الصحة غلق جديد للعيادة. هي العيادة كان لها صور يا جماعة من جوه، ساعة ما راحوا يغلقوها صوروها العيادة شكلها اهي، دي العيادة من جوه، ده الصور اللي بيشتغل بيها، ده لما راحت الوزارة. النهاردة ده الصبح قرار غلق جديد اهو، بإغلاق جديد لقاها مفتوحة، أغلقوها وحذروه من فتحها مرة أخرى، وقالوا إن اللوحة لسه متعلقة. كل واحد طبعا بيكتب استشاري، هو مازال مدرس مش استشاري، ومدرس فصل من الجامعة، الجامعة أنهت خدماته كمدرس. أنا عارف إن في ناس من اللي راحوا له وحالته اتحسنت ممكن يدعوا عليا، بس أنا عايز أقول لكم والله العظيم ما نحاوله هو حفاظا عليكم. الغذاء والتعامل مع الغذاء شيء مهم جدا، فعشان كده النهارده انا جايب لكم استاذه في التغذيه، واخده دكتوراه في التغذيه، وهي طبيبه زميلته. هنسال بقى، هو الغذاء يغني عن الدواء؟ الغذاء الصحي يستطيع ان يساعد المناعه، يؤدي الى بعض التحسن، لكن اقرار أن توقف علاجاً دوائياً تماماً دي جريمة، كارثة، لأنك ممكن أن تتحسن لفترة ثم نجد أضرار في منطقة أخرى. لما بيجوا يعملوا دواء بيقعدوا يشتغلوا عليه سنين، لأن التجارب بتاخد سنين عشان يشوفوا تداعيات الدواء على الحالات اللي بتقبل، التجارب السريرية اللي بتقر وتقبل وتمضي، إنها دي بتبقى واصلة لمراحل من اليأس أو الألم، أو عندهم استعداد يساعدوا البشرية، فبيقعدوا سنين يتأكدوا الحالة دي تنفع نديها الدواء ده ولا لا. لكن أن تأتي وتقول إنها طيبات وما تاخدش دواء سكر، ما تاخدش دواء قلب، واللي عنده لوكيميا ما ياخدش الأدوية بتاع السرطانات، يا جماعة دي كارثة. طب لو عرفنا بعد 6 أشهر ولا بعد سنة من العلاج إن الحالة تدهورت هنحاسب مين؟ مثل هؤلاء بيحاكموا، وما فيش بلد محترمة زي بلدنا يمكن أن تقبل بإن يبقى عندها نموذج يروج للدجل، لأن زيه عشرات على السوشيال ميديا. مش ممكن يكون وسيلتك ان يجي لك مئات في عيادتك
انك تروح للتيك توك وتعتبره هو المنفذ بالنسبه لك ويجيب لك جماهير، والمريض بيتشبث باي امل، ولما يلاقي دكتور وكاتب استشاري جراحه الاوعيه الدمويه، طب انت عملت ايه في الاوعيه الدمويه؟ هي دي التغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه دي خد فيها كام دراسه؟ ايه تخصصه فيها؟ هل في اي قانون علاجي في العالم بيقول لك وقف الادويه فورا وامشي على الاكل؟ انا بشكر وزاره الصحه جدا على تجاوبها السريع معنا وعلى ردها وتاكيدها، وانها تبعت اداره العلاج الحر تبعت النهارده تاني حمله على العياده وتقفلها، فانا بشكرهم جدا. طيب خلونا نروح للكوره. في ازمه حديثه ما بين الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب القومي والكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم ليفربول. ايه الحكايه؟ الحكايه ان منتخب مصر الاتحاد المصري بعت يخاطب نادي ليفربول ويقول له لو سمحت عايزين اللاعب ده في معسكر قبل دوره وديه في الامارات. فنادي ليفربول بعت قال لهم بنستسمحكم، هذا الرجل مصاب فبنستأذنكم يكمل علاجه هنا. لحد كده والأمور تبدو طبيعية، لكن هي المفاجأة التي جاءت على الكابتن على لسان الكابتن إبراهيم حسن في أحد البرامج التلفزيونية، قال لك وماله صلاح نجم كبير وإحنا يهمنا سلامة اللاعبين، لكن يجيلنا وإحنا نقرر. يجي لنا واحنا نقرر دي لما يكون بيلعب في بنها، مع احترام البنها طبعا، بس يعني فرقة كرة مش معروفة، لما يكون بيلعب في دورية صغيرة، لما يكون بيلعب مع نادي صغير، واحنا اتفقنا من الاول احنا في ظهر المنتخب وكنا بنطالب بان يكون المدرب وطني، وجالنا حسام حسن العميد وهو قيمة كبيرة جدا. الكلام كيف نتعامل مع مثل هذه الأزمات؟ هذه الأزمات لا تؤخذ بمأخذ شخصي إن علشان أنا مسكت الفريق المنتخب القومي صلاح زعلان مني عشان كلام قلته وأنا معلق، لا، وأنا ما حدش قال كده، بس أنا بفترض الجهاز الطبي في مصر اللي كان مع المنتخب الوطني لما صلاح أصيب في بطولة إفريقيا قال لك شد وأسبوع ويلعب، لما راح ليفربول قعد شهر كامل ورجع لعب ماتش وعادت الإصابة، فما بيلعبش بقاله 4 مباريات مع ليفربول، يعني مش تلكيكة. طب في مثل هذه الحالات أليس من الأفضل الحفاظ على العلاقة مع ليفربول بشكل كويس؟ هذه دورة ودية، الحرص على سلامة اللاعب، فنثق في تقاريرهم الطبية، نطلب التقارير الطبية نطلع عليها ويشوفها الطبيب بتاع الجهاز، وهو أكيد مش أحسن من اللي في ليفربول، ومع ذلك من حقه إنه يشوفها. لازم نحترم ناسنا. أكتر من هذا صعب، أكتر من هذا بتقول لصلاح لا أنا بقول لك تعالى وأنا أكشف عليك لأنك ربما تكون كذاب. هل تعتقدوا إن ليفربول ممكن تلعب علشان عايزة صلاح فتقول ان هو مصاب وهو سليم؟ مستحيل مستحيل، دول ناس محترفين ما يعملوش كده. والايام جايه، ما في ايام، التجمع هيبقى 12 مارس يعني بعد 10 ايام ولا 9 ايام، لما نوصل للتسعة ايام نشوفه هيلعب ولا مش هيلعب، وساعتها نقول لا ما هو لعب اهو بعتوه. لكن استبق الاحداث واخد موقف واعمل أزمة مع ليفربول واعمل أزمة مع صلاح اللي هو قد يضطرني يقول لك طيب انتوا مش مصدقيني ومش مصدقين نادي ليفربول انا معتزل اللعب الدولي، هل احنا عايزين نوصل لكده؟ هل احنا داخلين في صراع ولا صوت العقل يجب ان يتدخل؟ ثقة في الكابتن حسام والكابتن ابراهيم قال حسن انهم يعالجوا المسألة بود شديد بطريقة فيها محبة. أول حاجة تتعمل يجب نرفع تليفون على محمد صلاح ونقول له طمنا عليك أنت كويس، إحنا عايزين نطمئن هو إيه الحالة بالظبط،
ده الطبيعي، لان صلاح مش ند لحسام حسن، ده المدير الفني ايا كان هو المدير الفني. صلاح اهم نجم في مصر وفي العالم العربي وفي العالم، واحد من اهم 10 لعيبة في العالم دلوقتي، فيجب ان نتعامل معه برفق واحترام. طيب خلونا نروح للاسعار. وانا قبل ما ادخل كنت بتفرج على فيديو عامله واحد من اكبر المعارض السيارات في مصر، وبيعرض العربيات وبيقول اسعارها. صدقوني في عربية نزلت 1,000,000 جنيه، وعربية تانية نزلت 500,000 جنيه، وعربية تالتة نزلت 250,000 جنيه، والناس بتدلل وبتقول لك تعالى هتاخد العربية اقل من سعر الوكيل، مفيش اوفر برايس بعد الخصم والسعر الجديد، هنديك لو واخد قرض اول 3 شهور مش هتدفع حاجة، بنديك الرخصة سنة مجانا. يعني ايه الدلع ده كله؟ وثيقة التأمين مجانا، ايه الدلع ده كله؟ دلع جامد قوي. ده له علاقة بنزول الدولار الذي لامس اليوم 39 جنيه. في ارقام قالت 38 وارقام قالت 41، لكن هو في التنفيذ في المتوسط 39 جنيه. أكثر المتفائلين والمؤسسات الدولية، بعيدا عن المؤسسات الدولية اللي قيمت الجنيه في مواجهة الدولار ب 38، من 36 ل 38، لكن في الأزمة الأخيرة قالوا أنه السعر الذي يقترب من أن يكون عادلا 45 جنيه. طب احنا اللي دخلنا 10 مليار فقط ولسه ما بدأناش نستخدمهم. النهاردة البنك المركزي طلب من اللي لهم بضاعة في الجمارك في السلع الرئيسية انهم يتفضلوا ييجوا وجمع اوراقهم علشان يسحبوا الحاجات بتاعتهم والسلع بتاعتهم من الجمارك ويعتمدوا لهم الفلوس. دي بداية فقط، لسه خلال شهرين جاي 15 وجاي وفضل 4، احنا خدنا 6، يعني في 16 مليار دولار موجودين تحت امر البنك المركزي. طبعا احنا مش عايزين نصرف الفلوس، مش هنضيعها كده، الفلوس دي هتحل ازمات كتير وتضع سياسة نقدية. وزي ما قلت ان هناك فايل كامل معد عند محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله جاهز لتنفيذ خطة لإيجاد سعر موحد والسيطرة على السوق. كمان عشان نبص للدولار نشوف الذهب جراله ايه النهاردة. الذهب ايضا سعره نزل كتير، يعني بقى النهاردة عيار 21 ب2700 وحاجة، الجنيه الذهب واقف عند 22,000 وحاجة، ولسه الاسعار هتنزل. دي الطلعة الاولى، لكن دي لسه الاسعار هتنزل كمان وكمان. بالنسبة للاغذية لقيت حد مشاهد كريم بعت لي على الميل من امبابة بيقول لي انا نزلت للجزار اشتريت اللحمه ب 450 ما نزلتش، والسلع عندنا ما نزلتش. انا لن استطيع ان اتحدث عن القطاع الخاص الان، رغم ان في عروض عندنا المدام بتنزل برضو السوبر ماركت بتقول لي السكر نزل شويه، المكرونه نزلت شويه، الزيت نزل شويه، لكن ليس النزول المناسب. هرجع تاني واقول لكم روحوا الأهل رمضان وكلنا واحد وعربات القوات المسلحة هتلاقي نزول أكتر من 30%. ما تروحش للجزار اللحمة هناك ب 275 جنيه، ما تروحش للجزار العادي دلوقتي عشان هيبقى لسه غالي لأنه جاب الأعلاف غالية. فاحنا عندنا فرصة إن احنا نبقى أحسن والاسعار تبقى كويسه من منافذ اهل رمضان اللي بتنتشر في كل مكان الان، والعربيات المتجوله وكلنا واحد وغيرها. كل دول هم دي الدوله بكل اجهزتها داخله علشان حق المواطن ان يجد السلعه بسعر اقل. النهارده الجيش الاسرائيلي اعلن على لسان المتحدث باسم الجيش دانيال هجاري انه انهى مراجعه اوليه لسقوط قتلى من المدنيين اثناء الحصول على المساعدات.
وقال ان احنا ما ضربناش واحنا كنا بنضرب طلقات تحذيرية وان حد هددهم من اللي حواليهم فحصل ربكة وتدافع وحصل اطلاق نيران مش مننا خالص. هم ايديهم بيضة من الكذب، ايديهم ملوثة بالدم. الارقام تجاوزت 30,000 حتى الان في هذه العملية، اكتر من 130 واحد تم قتلهم. مفترض أن تكون اليوم هنا مباحثات في القاهرة، لم يخرج بيان، ما نعرفش إسرائيل جت ولا لا، بس مفترض أن الأطراف إسرائيل حماس قطر الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا مصر المستضيفة اللي بتمارس دورها لآخر ثانية وهتستمر زي ما كانت بتلقي بالأغذية والمساعدات من الطائرات كما وعدت حتى الآن. لسه في عمليات إنزال مصر الإمارات الأردن برعاية مصرية دون النظر لموافقة إسرائيل، بينزلوا مساعدات في غزة. أما شمال القطاع فإسرائيل نسفت المنطقة، الطيران ما بيرميش هناك، لا يلقي بأغذية لإخوتنا الفلسطينيين. شوال الدقيقة عند الفلسطينيين بقى غالي قوي وبيزفوه زي العريس. لعنة الله على من أوصلهم إلى هذا الحال، إنك تزف شوال دقيق صغير كده نازلك أو جايلك من المساعدات وتبقى فرحة ما بعدها فرحة. تعالوا نشوف. وجينا 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 جبنا العريس وجينا 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 جبنا الطحين وجينا. أيوه الله أكبر. كم أنتم بسطاء، السعادة عندهم بسيطة وتمنها رخيص قوي. الشوال دقيق لعيلة، يعني أنتم متخيلين وصل بهم الحال والبؤس والجوع والمذلة للحصول على هذا الجوال قد إيه؟ وراضيين وفرحانين ومكملين، والنصر لهم ولنا إن شاء الله. حلقة خاصة جدا فيها العديد من الفقرات والأخبار، فهيا بنا نبدأ الحلقة.